ودوك حتى ما تيجي ندخلوها معاهم ياك. ما تيجي درناها مع 1200 درهم السردين 400 درهم 400 الدراري راهم يبيعوا باش خالص باش خالص هم طارخين باش خالص ارواح لقيت نقول خير موجود ولكن الاثمنه كاين الاثمنه في السوق هذا شحال الشهر ديالك 8 دراهم الدجاج ديال الدوره داير 20 درهم الكيلو السلام عليكم الاخوان الاخوات تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد الان رحنا كنتواجدوا داخل السوق الاسبوعي باكليم اقليم بركان في هذا الفيديو كما العاده غادي نقسم معكم الاثمنه ديال الخضر وديال الفواكه داخل السوق الاسبوعي باكليم قبل ما نبداو الفيديو هذا ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم ما تنساوش تصليوا على النبي على بركه الله نبداو الفيديو ان شاء الله والتين الاصدقاء بعد بعد المخلص وشركة رويشة الله يحفظك اخويا المخلص انت مزيان الله يحفظك اخويا المخلص كي دايره الدعوه في سوق هذا النهار والله الا خويا كاين شويه الاسعار مرتفعه والاثمنه شويه محركه بعدا شويه ديك الحمراء ما تشرها النهار هذا صحه مغنيه دارت القرون اخويا دارت ما عليه ايوا نشوفوا كي داير الاثمنه على بركه الله شحال داير التين 6 دراهم هاك التين 6 دراهم بنان هذاك 14 البطيخ البطيخ منه 1000 درهم كامل 10 درهم الكيلو هذا البنان هذا 15 منه 15 البنان 15 درهم ولكن ها الجودة لا لا زين اللهم بارك التفاح هذا سطوري 15 درهم اخويا هذا 15 درهم وذاك البيض 17 درهم والبيض 17 درهم ودوك حتى ما تيجي ندخلوها معاهم ياك ما تيجي درناها مع 1200 12 درهم 12 درهم اللهم بارك الجلبانة بشحال؟ الجلبانة 1300 الجلبانه 13 درهم ها هي الجرينير 400 الجرينير 14 درهم الجرينير 14 درهم تبارك الله اللهم بارك والشعره بشحال؟ الشعره 1200 الشعره 12 درهم هكذا الشيفلور 8 درهم 8 درهم تبارك الله هذا هو الاجواء داخل السوق الاسبوعي اكليم ها هي اللهم بارك راه غادي الجرده ديال كوزان اخويا سفيان حتى اللي عندهم صاهيها الباترون ها هو الشركة انا عجبتو الحملة انا باقي ما معروفش في الميدان انا عاد علموه البيعة وشريها وما شافوش حتى وازن شبرويشة هكذا اللي بغى شبرويشة يجي عنده داخل السوق الاسبوعي اكليم بركان وش الاسواق اللي كدير كاع اكليم بركان قبوياوا قبوياوا نهار الخميس شويحية في الاربع الدليع اللهم بارك السوق الاسبوعي باكليم دليع بالطابع اللهم بارك اللهم بارك البصلة شوف فيها وجهك اللهم بارك واه شحال داير 3 دراهم بطاطا 4 دراهم ونص اللهم بارك 60 دور 3 دراهم الجديد ياك اللهم بارك شحال داير الخوخ 7 دراهم والله لا باس اللهم بارك ديال هذه المنطقة منا ديال هذه المنطقة منا وشكوش ديال هذه المنطقة لا وانت البلدي هذا البلدي ديال اكليم اللهم بارك 7 دراهم الخوخ والبنان شحال البنان 260 البنان 13 درهم اللهم بارك هذه الاجواء السوق الاسبوعي اكليم الخيرات ديال البطاطا 4 دراهم حاجه زينه 4 دراهم هو ديال المريس هذا ديال المريس هكذا ديال المريس جيت عين الزبده ومع داك اللهم بارك حنا والفريت قول له هكذا المريس المنطقه الحدوديه اللهم بارك العزيز تبارك الله عليك الله يحفظك كي داير الدعوه في السوق هذا النهار هاد النهار شويه روتار انايا ما عرفتش شويه ضربنا النص فيها خير كاين شويه ضربنا كاين ياك وهاد 3 ايام ما تشارات 27 و 60 درهم هاك دابا شحال باش تسقط 10 دراهم 10 دراهم زوج موريتانيا ياك موريتانيا موريتانيا تلبربي تبلع عليك البال صراحه الا 15 راضية 4 البنان 15 والسويلة 10 درهم الكيلو السويلة البنان قلت لك 13 15
الزروديه؟ 4 دراهم. الزروديه 4 دراهم. الخيار؟ الخيار 6 دراهم. 6 دراهم. الحرور؟ هو 7. 7 دراهم هكذا. وهذا الحرور ديال البيتزا؟ هذاك 9. 9 دراهم. والكريني؟ الكريني 15. الكريني بالي زين. هذا الكريني 15 درهم. اللهم بارك. الكريني 15 درهم. والحرور؟ قلنا 7 دراهم. واه واه. اللهم بارك. شحال داير البطاطا العزيز؟ 4 دراهم ونص صديقي. 4 دراهم ونص البطاطا. تبارك الله. والثومة؟ الثومة 14. 14 درهم الكيلو. الكيلو نعم. اللهم بارك. الثومة زينة هذه اللهم بارك. تبارك الله. زرودية جديدة. الشعرة شحال دايرة؟ 11 درهم الشعرة. تبارك الله. لوبيا كريني شحال دايرة لوبيا كريني؟ لوبيا كريني 16 درهم. تبارك الله. الزرودية والشعرة 10 درهم. الشعرة 10 درهم. تبارك الله. اللهم بارك. السوق الأسبوعي بأكليم. أوا أوا. الحرور شحال داير الحرور عزيز؟ 7 درهم الحرور. الزرودية؟ الزرودية 3 درهم. شو هذي كي دايرة؟ هذي دايرة رجل على رجل. اللهم بارك سبحان الله العظيم. الشعرة؟ الشعرة 10 درهم. اللهم بارك. تبارك الله عليكم. توازينا الله يحفظك. شايب لكم في السوق؟ كي دايرة الأجواء في السوق؟ ياك الحمد لله. سيدي الله يجيب لكم التيسير. الله يحفظك. اللهم بارك. الجلبانة 13 درهم. تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك. الخيار 6 درهم الخيار. تبارك الله. اللهم بارك. العزيز شحال هذا الخير؟ 7 درهم. اللهم بارك. 7 درهم الكيلو. السلطه واعره كاع عجيبه. شيء جديد طري. اللهم بارك. ولا زينه زينه. الربيع اللهم بارك. النعناع الريحه ديال النعناع مجهده. تبارك الله. هذه هي الاجواء في السوق. تبارك الله. الزرودية 2 دراهم. الله أكبر. طايحة 50 دورو الباربة. تبارك الله. حبة تبارك الله. اللهم بارك. جيب واحد 300 غرام. تبارك الله. اللهم بارك. هاي البصلة 2 دراهم ونص. تبارك الله. اللهم بارك. الثومة كبار ما كبار. الثومة بشحال؟ 15 درهم الثومة. عاد جديدة هاهي. اللهم بارك. اللهم بارك. تبارك الله. شي جديد. والخير موجود. تبارك الله. 8 دراهم. 8 دراهم. الدراري راهم يبيعوا باش خالص. باش خالص. راهم طارخين باش خالص. 8 دراهم. عزيز عليك. اللهم بارك. راه عاد باقي عاد السلعة هنايا. راه عاد باقي نفس الصندوق. السلعة هاد راه عامرة 8 درهم 160. راه اسمع لي هاد ولا تبارك الله. شحال الشهادية ديالك؟ 8 درهم. الله يبارك. الفروي هاد النهار بالي رخيص. رخيص تبارك. تبارك الله ما شاء الله. 8 درهم الشهادية. هو البنان ديال العصير 7 دراهم. عاد شاد راسو مليح. بحال هادي شوية طايبة بصح بحال هادي بحال هادي بحال هادي عاد قاصحين. هاد عصير اللهم بارك. الخوخ 7 دراهم. اللهم بارك. الربيع تبارك الله. النعناع كلشي مخدر. اسيدي لا جيب لكم تيسير. الله يحفظك بارك الله فيك. السلام عليكم. عمو تبارك الله عليك. شحال ما تيش عمو؟ 240. 12 درهم. اللهم بارك. الغربيتين الرخاء. موريتانيا حلت ياك عمو؟ ايوا تيقولوا اخويا. طلبوا ربي يعطينا الرخاء. حل ولا طيح علينا حنايا ب 15. اللهم بارك. شحال ما تيش؟ شي شحال؟ واه 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 قاعد تكلم هذيك. 7 درهم. شو هذه دركا هذه دركا راه ضياعه كما نقول. واه ضياع. شو شحال ديار اللي منعمل شو شحال ديال عاد لي مرميه في الصباح فلوس علينا. شو فلوس علينا كنت بربي اذا شتاوي ديال الخير الجامع هذا الشيء شحال؟
سبعة دراهم. المشين سبعة دراهم. الاخوان السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بارك الله عليك. الجميع. هكذا الله مبارك. الخير موجود ياك. الخير موجود الله يبارك. شحال دايب اخرونيس؟ اخرونيس كاين هذا 20 درهم، هذا 15 درهم. هذا 15 وهذا 20. هذا 15 درهم. هذا واش هذا؟ هذه كبايله. كبايله 15 درهم. 15 درهم. 15 درهم. الخير الجميع. اللهم بارك. اسيدي لا جبتي سير. السلعه موجوده. اللهم بارك. اللهم بارك. ها؟ بخرونيس بشحال يا عزيز؟ هذا 20 درهم. هذا 12 درهم. 13 درهم. 13 درهم ديال قابويا. اسيدي الله يجيبك التيسير. الله يحفظك. خير موجود تبارك الله. شحال الثمن يا عزيز؟ هذا 1500. السميه ديالو؟ سميتو؟ يقولوا الشخار هذا. الشخار 15 درهم. هذا شوكولا ديال قابويا. شوكولا ديال قابويا هاهي. شحال هاد؟ 15 درهم. بقرونيس. بقرونيس؟ 2000 درهم. 20 درهم. تبارك الله. 20 درهم. السردين 20 درهم. تبارك الله. اسيدي الله يجيب لك التيسير. امين. الله يسهل الامور. الله يحفظك. ديال الاجواء في المرشي ديال الحوت. ها هي السلعه. اللهم بارك. شحال هاد؟ تبارك الله. هذا 400 درهم. 20 درهم. 400 هذا 15 درهم. السردين 400 دورو. السردين 20 درهم. بقرونيس 400 دورو. 400 دورو بقرونيس. تبارك الله. اسيدي لا يجيب لك التيسير. لا يسلك الامور. الله يحفظك. بشحال هذا الخير العزيز؟ 12 درهم البنان. تبارك الله. اللهم بارك. بنان موسكا. تبارك الله. تبارك الله. اللهم بارك. سوق الاسبوعي باكلم. هكذا. بالطبع. اللهم بارك. لا معليش لا يحفظك. اللهم بارك. 400 اللهم بارك. 400 20 درهم الحبه. 20 تبارك الله ما شاء الله. بالطابع. 400 زاكورا 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 14 درهم. 14 درهم ولكن حبات تبارك الله. اللهم بارك. السوق الاسبوعي باكريم. تبارك الله تحياتي. اللهم بارك. هكذا المليح عندي. تبارك الله. 82 اول الاخوان البنان التين. شحال داير التين العزيز؟ شحال داير التين؟ شحال؟ 5 درهم. ما تيشات 12 درهم. ما تيشات تحركت. الكريني 14 درهم. تبارك الله. كابويا زينه هذه. مليحه. اللهم بارك. شحال دايره؟ 9 درهم. 9 درهم. تبارك الله. اللهم بارك. الخير موجود. ولكن الاثمنه كاين الاثمنه في السوق هذا النهار. هو التشينزين اللهم بارك. تبارك الله. شحال داير التشين العزيز؟ 8 درهم ولكن اخويا اللهم بارك 8 درهم الكيلو. البطاطا بشحال هذه؟ 2 دراهم. هذه بطاطا على حساب بطاطا مسلوقه ولا اللي بغى يسلق، هذه رقيقه. 2 دراهم الكيلو. تبارك الله. هو الدجاج، الدجاج ديال الدوره داير 20 درهم الكيلو. اللهم بارك. السوق الاسبوعي اكليم. هذا الاخوان كنا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو هذا، نتمنى تكونوا استمتعتوا بالمشاهده ديال هذا الفيديو، كذلك تكونوا تعرفتوا على الاثمنه ديال الخضر وديال الفواكه وديال الاسماك داخل السوق الاسبوعي باكليم اقليم بركان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع الاحباب ديالكم، ما تنساوش تصليوا على النبي. السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.